السلام عليكم الغزالات ديالي، كثيرين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد البريوش اللي كيجي خفيف وقطني، وكيف ما قلت لكم بان الطريقه ديالو بسيطه بزاف والمقادير يعني موجوده في كل بيت. بقاو معايا نشوفوا الطريقه ما تمشيو فين. بالنسبه هنايا عندي جوج كيسان ديال الحليب اللي سبق لي ودفيته، الا كان الحال سخون يعني بلا ما يحتاج يدفى الحليب. عندي معلقه ديال الخميره ديال الخبز، غادي نحاول نخلط باش تذوب لي الخميره مع الحليب. غادي نزيد 4 المعالق ديال السنيده. بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه يمكن له يزيد اكثر، واللي كيبغي ما كيبغيش الحلاوه يمكن له ينقص. انا يعني درتها معتدله في الحلاوه ديالها. صافي غنحرك حتى تذوب لي السنيده مزيان في الحليب، وغادي نغطيها ونخليها واحد 10 ديال الدقائق حتى تفاعل لي الخميره مع الحليب والسنيده. هنا بعد ما خليتها واحد 10 ديال الدقائق، ضفت عليها قل من نص كاس ديال الزيت، يعني العبار بالكاس ديال العنبه، نعبر قبيصه ديال الملح. عندي هنايا نسمتها بقشور ديال الحامض، يمكن لكم تنسموها بفاني او لا بقشور الليمون، داكشي تيبقى على حسب الذوق. هنايا غادي نفصل، غناخذ بيضه غنفصل الصفر على الابيض. انا هنا غنستعمل غير الابيض، والصفر غادي نخليه للدهن. كيف ما قلت لكم هذا البريوش اقتصادي. الابيض نخلط مزيان، جانس لي العناصر مزيان. انا غنبدا نضيف الدقيق. هنايا انا استعملت 5 الكيسان ديال الدقيق، يعني بكاس العنبه، يعني 500 غرام، نصف كيلو. وانتوما ما غاديش ديروا نصف كيلو كامله، حيت الدقيق كيبقى على حسب على النوعيه. كاين الدقيق اللي كيشرب السوائل، كاين اللي ما كيشربش. المهم انا نزلت الكاس ديال الثاني وكنحرك. غادي نبقى نزيد بالكاس، ملي غنوصل للكاس الرابع غنحبس. الكاس الخامس غادي نبدا نزيد غير بشويه كيف ما قلت لكم. هنا ضفت معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، والكاس الخامس كيف ما كتشوفوا كنزيد غير بشويه حتى نشوف. انا هنا قلت لكم هزت ليا 5 الكيسان، انا غير عطيتكم كيفاش زعما كاينه تخدموا، باش ما ديروش 5 الكيسان تجيكم تاني قاصحه. وسيرتو ان البريوش تيبغي يكون خفيف، كتبغي تكون العجينه ديالو خفيفه بزاف. ما كتشوفوا العجينه راه كتلتصق باليد. غادي نحيدها من الاناء، نحطها فوق سطح العمل، ندخل غير داك الدقيق اللي كيبقى ليا ندخله مزيان. ما كتحتاجش شي مجهود في الدليك ولا، غير الدقيق يدخل فيها مزيان. صافي ونردها للاناء ديالها نخليها فيه. شوفوا ما كيف ما كتشوفوا يعني عجين رخو بزاف وكيلتصق في اليد. غادي نوضعو في الاناء ديالو ونغطيه ونخليه، دابا حيت الحال بارد نخليه مده تقريبا واحد نصف ساعه 30 دقيقة. هنا بعد ما خمر ليا وضعف الحجم ديالو، غنحاول نهبط من نخرج منه داك الهواء، نرش السطح العمل بالدقيق كيف ما كتشوفوا. دهنت يدي بالزيت يعني مرة واحدة صافي، اللي ما بقاش نستعن بالزيت، واللي رش غير سطح العمل بالدقيق وما كتبقاش تلصق في الايد واخا العجين رطب. كنقسم بحال هكا. انا درت خرجت ليا عدد كثير، يعني واخا نصف كيلو كتخرج لك، كتخرج مزيان. هنا انا درت هاد الكويرات شويه كبار
بغيت البريوج ديالي يكون يجيني كبير. اللي بغى اللي بغى صغير يمكن له يدير على حساب على القياس اللي بغى هو. هنا غادي نبدا نورق في كل القريصات اللي عندي على هذا الشكل مستطيل، نحاول نديرهم رقاق شويه مخليهم شغلاد. غادي ناخذ نصف معلقه صغيره ديال الزبده، الزبده من الاحسن تكون ديال البواطه، تكون بحراره المطبخ باش تجيكم سهله في الدهين. نوزع على العجين ديالي وغادي نبدا نبرم. ما تبرموش ما تزيروش العجين، خليوها مرخوفه باش تلقى فين تختمر. على هذا الشكل على هكا كندير اللي درتها، نحطها ونخليها باش ترخف ليا ونتبع الاخرى. غنبقى على هاد نستمر على هاد الطريقه حتى غنكمل كل الكريسات اللي عندي كاملين. ندير معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه. يعني كندهن بنصف معلقه ديال الزبده، كنوزعها عليها كامله ونبرمها. نحاول ما نزيرهاش في البريم، نخليها شويه مرخوفه ونحط. صراحة كيجي زوين، غير جربوه وما غتندموش، جربوه ردوا عليا. هنا بعد ما كملت كل شيء كناخذ الاولى اللي بديت بها، كنحاول نتيريها شويه نجبدها شويه كيف ما شفتوا معايا. وغناخذ شي سكين او لهاد الجراره ديال البيتزا وغنحاول نقسمها من الوسط وغنخلي واحد نصف سنتيم مشدود، وغنبدا نبرمها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. نحاول داك الاخر ديال اللي غيبقى ليا نحاول نتيري شويه باش ما يبقاش ليا غليظ، ما يجينيش غليظ. وغنبرمها من الجهه المحلوله كيف ما كتشوف، من ديك الجهه اللي محلوله هي ملي غنبدا نبرم. وكذلك ما نزيروش ثاني، نخليه مرخوف، نخليها مرخوفه بفين تختمر، ملي تختمر ما تجينيش كيف ما كنقولوا مدقصه لاصقه على بعضياتها. شوفوا الشكل ديالها، كتجي الشكل ديالها جميل بزاف. شوفوا كي كندير، كنتيريها شويه عاد كنقسمها من الوسط. وغنستمر على هذه الطريقه حتى نكمل العدد اللي عندي كامل ديال البريوش ديالنا. اللي بغى يدهن الزبده، ملي يدهنوا بالزبده يدير الزبيب او لا يدير الشوكولاط، حتى هي كتجي زوينه. وغنستمر على هذا الشكل حتى غنكمل كل شيء العدد اللي عندي ديال الكريسات. من بعد ما كملت العدد اللي عندي غادي ندهنو. انا كندهن كندهن بالبيض والخل او البيض والحليب، ومن الاحسن كندير الخل باش ما يخليش ليا ديك الرائحه ديال البيض. كندهنهم قبل الاختمار حيت الا خليتهم حتى خمروا كي الشكل ديالهم يعني كي يفقدوا ديك الجماليه ديال الشكل ديالهم، من الاحسن يدهنوا قبل. هنايا درت شويه ديال نص معلقه ديال الكاكاو، الراس المعلقه ديال الكاكاو، وصفر بيضه، وشويه ديال الخل. اللي بغى يدير نيسكافيه يديره. صافي كندهنهم كاملين وكنخليهم يخمروا. يعني الا كان الحل بارد راه كيشدوا معنا شويه الوقت، واحد ساعه المكانس تقريبا. كان الحل سخون راه ربع ساعه ولا ثلث ساعه كيكونوا موجودين. صافي من بعد ما اختمروا انا زوقتهم بحبيبات ديال الشوكولات. واللي بغى يزوقهم باللوز ايفيلي او البافو او الجلجلان، داكشي كيبقى اختياري. من بعد كنكون سخنت الفرن على درجه حراره 180، كندخل اللاطه ديال الفرن، كنخلي العافيه من الاسفل يعني طيب ليا من الاسفل، ومن بعد كنحمرهم الوجه ديالهم.
وهذا هو الشكل النهائي ديال البروج ديالنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم،